من هناك تقريبا صح، من الحته دي يمكن، ما علينا. المهم اللي انا عديت عديت لعنك عديت بام بارارا بارارا بام بارارا بارارا. وبعد ما خلصنا وهزمنا البوس فايت اللي فات وهو هانتر طبعا، اول وحش كان بيطير في لعبه كينا يا جماعه، ونستعرف مع بعض لعبه كينا بيرج اوف سبيريتس. معاكم احمد بهجت جيمر اند جنتلمان من قناه فرجني والمزيد منها، ونشوف طبعا تختيمه بتاعت اللعبه الجميله ديت هتبقى عامله ازاي. اتمنى تكون فيري سون، احنا دلوقتي خلاص يعني في الثلث الاخير من اللعبه. ولكن قبل ما نبدا، لو انتوا اول مره تشوفوا الفيديو بتاعها تدعمني، ممكن تشترك في القناه تحت وتعمل لايك للفيديو، وتعليقاتكم تحرمش منها يا شباب، وربنا يخليكم يا رب. وهي بقى نستأنف في اللعبه ونلعب. طيب احنا دلوقتي توشيز لوف، المفروض نروح هنا في الجيت واي ده ونطلع على اخر واحده من دول. طب طبعا هنوصلها منين بقى؟ احنا في مكان بعيد جدا جدا. هشوف اذا كان في فاست ترافل في الهانتر باث. خلينا نشوف. نروح هنا براب. كده فضل لنا الجيت دي بس. طبعا احنا كنا فتشنا المنطقه دي كلها في الفيديو اللي فات او اللي قبليه تقريبا. ننطلق. Warrior Path. كريستالات يا جماعه، يا رب الكريستالات دي هتضرب بشكل ما. نجرب نضرب عليهم كده. ايوه تعالوا لي بقى، مش هتلحق مش هتلحق. هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي هنا؟ الحاجات دي بتضرب. طيب انا مش عارف اقف على حته عاليه، انا مش عارف اتعدي ولا مش هتعدي. لا مش هتعدي. بالتالي المفروض اضربهم تاني بسرعه. يا اخيرا دي نفعت. باو خلاص فتح لي بوابه هنا. انا جيت منين بقى؟ هو عداني ازاي؟ من هناك تقريبا صح، من الحته دي يمكن، ما علينا. المهم اللي انا عديت عديت لعنك عديت بام بارارا بارارا بام بارارا بارارا. نعم حاجة هنا. هو عمل واحد. اي 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 تعال تعال، شكلهم تو كيوت تو بي دينجرس. دينجرس هنا يا جماعة بجد. تعال كده، تو كيوت تو بي دينجرس. فتحها لي اوريدي. في وردة وفي بوابة وفي صخور بتتحرك. الوردة يفوت. ما كنت جاي منين؟ هنا صخور بتتحرك بعيدة جدا عني. يمكن لازم اعمل كده. بص حركة الصايعة بقى يا ولاد الصايعة. بصوا بسرعة بس يا رب نلحق. انت فين انت فين؟ لفة طويلة بشاك. لا مش من هنا.
مفيدة. اوكي انا عرفت بقى مفروض ان احنا نعملها الترتيب وبسيكونس معين وسريع. انا دلوقتي عندي بوابة واحدة هنا. هو في دلوقتي اظهر في العالم ده في بوابتين ولا تلاتة؟ انا شايف بوابة هناك اهي، بس انا حاسس بطلع اماكن مختلفة يعني. نبدأ تاني. بعدين هنا نخش هنا. بعدين هنا الوردة ده في واحدة تالتة. اوكي الوردة ياه اخيرا. اوف تودوني فين بقى؟ طيب تعالوا انتوا اتنين ورا بعض كده، تعالى كده. ايوه اتنين 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 اتنين. برافو. بعدي بس بسرعة كده. وانت كمان. اوعى يالا اوعى. اضرب كده اضرب كده. ايوه واحدة. وشك. اي الله 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 الله. تعالوا تعالوا. اشتركوا. مات. جاب. ماشي. والله صادق. ايه اللي عملته؟ ايه اللي عملته ده؟ تعال. خلاص بقى. مين تاني؟ طهر بقى المكان؟ انا مش عارف النهارده مال يا جماعه في الفايت، حاسس ان انا كده كحيان. ماشي. انا فين؟ المفروض اروح شمال صح ولا يمين؟ جيت واحنا عديناها خلاص، تروح هنا. توشيز لاف. فوقيها كده نطلب منها انها توديها هناك. بس المفروض احطها فين؟ تعالي كده. دول هيضربهم كده. خلينا ايه ناخدهم في المرمى بتاعنا. واحد اثنين. انا كنت قادر على تلاته بقول اربعه. لازم يكافئني. طيب نجرب كده. كده. اخيرا. لا حول ولا قوة الا بالله. ده طلعت عينيا يعني. انا قعدت اجرب بعشوائية كده الاربع ارقام، المفروض اعمل 16 محاولة، محاولة رقم 16 هي اللي نفعت. سبحان الله يعني. انا فين بقى؟ على طول. مباشرة يعني لقينا المكان على طول ننطلق. الحمد لله ما اديش اختيارات كتير تقعد احتاج فيها. هنا بقى في ايه؟ انا كنت جاي من انهي باب بقى فيهم؟ توهان يا جماعه المرحله دي فيها شويه توهان، لازم الواحد يبقى مركز جدا. ايه ده؟ دي زحليقه تقريبا. طب في حاجه ممكن اطلعها تاني؟ طيب نشوف كده. هنا طب ايه الفايده اللي انا اعرف اطلع هنا؟ ما لازم يكون في فايده، ما ينفعش كده يسيبوني كده يا جماعه، ما ينفعش والله.
طيب ايه ده زحلقها لحد الموت فعلا الحجر ده بسرعة بسرعة ايوه يلا ايوه هو ده ايوه ايوه بشكي بقى اخي ايه ده وقعت فين انا كده المفروض اموت المفروض اموت المفروض اموت عدي قفزه اخيرا يا كينا يا ساتر هو طلع لوحده مصلحه يلا بقى بس كده مش هادو. شفتوا سهل ازاي يا جماعه البص هذا المفروض مكان بتاع لايف مكان واحد بس طب مفيش اماكن تانية اه في مكان هناك اهو غالبا دي ساحه بوس فايت يا جماعه الشيء طلع ده ايوه ده ستايل الرونين يا جماعه بتاع الساموراي واريور اول حاجه نقلعه البرنيطه ها هدي خدي طيب انا عامل بتاع خدي يلا كده دي كمان يلا مش هديك فرصة تعمل حاجة انا مش هديك فرصة ايوه ودي ودي خدي موت بقى يا ساتر كنت جامد برضه كاركتر وعجبني يعني طالما بتلبس ساموراي ياباني تعجبني على طول توشيز لاف فري توشي طيب احنا كده
ريليك ديسكفر، دي الريليك التالتة يا جماعه، فيليج كريست. المفروض دلوقتي نفري توشي، انا جالي حبه جداد وعندي نيو هات افيلبل برضو ميديتيت كمان بالمره. دروت كان بيرفورم مور اكشنز، حلو اند اوف ميديتيشن.